كان هناك رد فعل تجاه قضايا عربية كالقضية الفلسطينية، وبالتالي نتيجة خيانة بعض الفلسطينيين لدول عربية ولشعوب عربية احتضنتهم ودافعت عنهم ودفعت ثمن حمايتها لهم فقاموا بغدرها، فأصبح كرد فعل طبعا هناك الكثير من يقول فلتذهب القضية الفلسطينية كلها إلى الجحيم. على ماذا يدل هذا الشيء؟ يدل على عدم نضج الانتماء لدى الكثير من الأشخاص الذين هم منتمون لهذه القومية ولكن بشكل سطحي. أيضا هذه نقطة هامة لا نستطيع أن نتلافها.